الكيلو دول ما بطلوش اكل اللي يطفحوهم ده هم. انا مش عارف ابويا شاريهم من مين اساسا، شاريهم لي وجايبهم لي على الطلاق. ما انا حاطط لهم اكل، انا هنقلب لهم اللي قدامهم ونفسي. فاحش الله يا عمي، فاحش. انا مش عارف ابويا شاريهم من مين. جيت لقيته دخل عليا بقول له خذ انا اشتريت لك بهاي. مفكرنا عن اتبسط قوي. وانت قاعد مرتاح. ابويا عايز باطه. كل يوم يقول لي روح هات باطه. مش عارف واكل شوكابر اساسا، كل يوم عايز اكل باطه كل شو بقى عامل كده. هنروح نقول له مش عارف نمشي الباطه. انا ما عادش قادر. والله ما عارف الواحد يعمل ايه. سقعة حار. السلام عليكم. كيف بصار؟ عامل ايه بصار؟ بركة. اقعد اقعد في التراوة. تقعد يوم بدري. اخر يوم في رمضان بقى لازم نودع رمضان. اه. تقعد يوم بدري. انت عامل ايه؟ الحمد لله. والله قاعد شوف التراوة كده. اه. عامل ايه؟ الحمد لله. حلو. الحمد لله. مش باين ليه يا عم؟ اه والله مشاغل. لا بس انت كنت في مشوار كده متشيك، كنت فين؟ ده انا خلصت شغل، روحت شطفت وخلصت وطيت. الشطفت؟ ونمت شويه. اه. ودي نيجي نشق على الارض نشوف عامل ايه. اه الحمد لله، وانت كويس يعني؟ الحمد لله والله. رمضان كريم، بعد الايام. اخر يوم النهارده بقى تتغدى وتاكل فسيخ وتاكل. طيب. بتاكل فسيخ؟ لا ما بناكلش فسيخ. ولا رنجه؟ ولا رنجه. احسن برضه، انا بنحبهم. يا عم انا عايز نخلي الولد محمد يذبح لنا النهارده ذكرين بط. يا ده محمد. ايه يا محمد؟ خد يلا، ما زهقتش والله من بط. تقعد يلا اترزع اهو. لا تعمل ايه حته لحمه الزر ولا حاجه. لا يا جدع البط، البط بيظبط الكيس. ايه بيظبط. استنى يا صايع، ما تاكلش من الحاجه. بناكل بط. لا البط بيظبط. وانت قاعدين تتكلموا على اكل كده، انتوا جعانين ولا ايه؟ احنا صايمين. اعمل لنا حته لحمه جزاره غلبها وغلبها. ليه انتوا فاطرين؟ روح هات لنا بكرين بط تمام عشان هنيجي نفطر عندكم النهارده. يا جدع الكرش ديت ما مش عايز تخسسه شويه. واعمل بكرين بط. كرش يا ابني ده حاجه مظبوطه. ده كرش ده طلع عامل شكله. واعمل حساب الاكل بعد الصلاه بكره، بعد الصلاه الفطار بعد الصلاه. بعد سنتين. بعد سنتين. تغذك العيد يعني. يا عم بس نفطر النهارده. ده عناوين تخربوا بيتني. اطلع بس النهارده انا عايزك تشحط لي كريم بط مظبوطين وتعمل لنا واحد في قلب صنابع الفرن وتظبط. ليه يا ابني عايز نظبط الكرش؟ يا ابويا مش كفايه احنا صايمين. انا عارف. ماشي عروق. ماشي. خلي امك تحط لها 2 كيلو لحمه جزار في الحله معاهم. حط له نص كيلو لحمه بس على جده، ما تنساه. ماشي. يلا يا حمو سلام. يا اخي ده الواحد هفتان هفتان على الاخر. يلا يا بلسان طيب. يلا الحمد لله. يا جدع انا بنقوم من النوم الساعه 11. يا بختك. ماشي الساعه 11 الصبح. نتني نايم تاني لحد الفطار. اول يوم نصحى بدري النهارده. يا بختك يا حبيبي. يا رمضان عايز كده، رمضان عايز كده. اه رمضان. ابويا عايزني نمسك له ذكر بط. هو اساسا بص هنمسك ازاي؟ كنت عايز عيل معايا يمسك معايا. مش عارف والله ايه دي. هو اساسا كرش كبر وعايز ياكل خلاص، عايز لحم كل يوم. احنا هنروح نقول له مش عارف نمسك بط. يلا. الواحد اللي من دولك مش قادر. يفطر من يا اخي. ايه ايه يا عم ايه؟ البط قاعد يلعب كاراتيه ما عرفتش نمسكه. ازاي؟ كل ما نجي نمسك واحده تجي نطلي في وشي. بيلعب كاراتيه؟ قاعد يلعب كاراتيه. يا ابني ما انت بس بتطلع. انت بتودي نادي. يا ابني نادي ايه؟ هو كان خايف من كرشك اساسا، خايف يجي. يا ابني روح اذبح لنا بكرين بط. قومي قومي. ايه؟ قومي يالا. امشي. شوف لنا احمد الزار يالا. يغلبك روح. لا ما بتسمعش الكلام يا جدع خالص. يا جدع والله العظيم ما بتسمع الكلام. ده كريم بط مش عارف يمسكهم. يقول البط بيلعب كاراتيه. العيب منك انت. يا دهوتي. براحة. مال بال الحاج يقول له امه تمسك. تمسك. ده هو اللي بيعمل لنا الفطار. هو اللي بيعمل كمان؟ اه. ده هو الولاية راحت فين؟ أمه الولية راحت فين؟ راحت فين ايه؟ انظر افتحها نقول ايه؟
صدق انا اتعشيت امبارح وصلينا في يا خالد. ايه يا عم دي بقول لك امي وابوي وستي وجارنا هنيجي نفطروا عندك النهارده. يا نهار واخويا وكله يا نهار ابيض هنجيب الاكل وهنجيبه وشربنا كله. انت فاطر عندي النهارده. البس انت حجاج. البس ايه انت اللي فاطر عندي انا ماليش دعوه. انا جاي لخالي. البس يا خالك جيراننا كلهم. اجدع بخالك يا اخويا. ابويا وامك انا بدعي عند حجاج الليله. خليهم يجي بداله يا عم. اعمل يا عم نروح نفطر لوحدي. انت قوم اعمل فطار للناس. ده هم قالوا لي روح لخالك الاحول. لا قول لهم مش انا اللي حيد اللي عمل انت وابوك. لا روح قول لهم يلا ما تشوفش ينفع اللي في قرنه. ده انا اعمل ايه؟ ده انا هجيب لك جيراننا كلهم. قالوا احنا روح على كله انا عندك كله معزوم بره النهارده. يا عم انا عايزك تمسكه. اوقف بوقتك سودي انظر مين اللي قاعد يضرب. انت قاعد تضربني. اه يعني انت تضربني. انا لمستك يا حوالي انت. انا قاعد قدامك اهو زي يعني انت كله بص وانت تضربني. يا عم بص واسكت. طب اعمل تك حاجه ما تضربني يا عمي. يلا بص واسكت يا عم. بص يا عم بص يا عم بص يلا واسكت يا عم بص عدل.